قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مؤتمر صحفي بعد القمة إن القمة العربية الأوروبية الأولى كانت بداية جيدة لحوار صريح وموضوعي بين المنطقتين، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يواجهان العديد من التحديات والأزمات المتشابهة والبيئات الجيوسياسية غير المستقرة، لذا فيجب عليهما العمل معا. وأكد توسك على أن الحلول المتعددة الأطراف تبقى الوسيلة المثلى للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدولي، ويلتزم قادة الجانبين بوضع أجندة تعاونية للتعامل مع الأزمات والصراعات على أمل التعاون في مجالات مثل أمن الطاقة والتكنولوجيا والنمو المستدام. من جانبه قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي إن الدول العربية والأوروبية تحتاج إلى حل مشاكل مثل استخدام الإرهابيين لوسائل جديدة أو تجنيد أفراد جدد للقيام بأنشطة إرهابية، ويجب عليهما بناء آلية عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب. هذا وقد اتفق القادة العرب والأوروبيون على عقد القمة بشكل منتظم، وستعقد القمة التالية في بروكسل ببلجيكا بحلول عام 2022. وقد افتتحت فعاليات القمة الحالية يوم الأحد الماضي واستمرت لمدة يومين بحضور أكثر من 50 زعيما من أوروبا والدول العربية.